اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. حلقه يوم السبت يعني تحضيرات الاسبوع. تحضيرات الاسبوع، تحضيرات الشهر، تحضيرات المواسم والتخزين زي ما انتم عايزين. النهارده هنخزن مع بعض وهنعمل مع بعض قلقاس. علشان نعمل القلقاس يا جماعه تعالوا نتفق على حاجه كده يا استاذ فهمي، تقربوا لنا شويه بالكاميرا عشان في نقطه عايزاكم تطلعوها. في نقطه هنا، دي الماده اللزجه دي بالظبط اهي اهي، دي الماده اللزجه اللي موجوده في القلقاس. لو راحت خالص يبقى احنا بناكل بطاطس ما بناكلش قلقاس، ولو زادت قوي بتمغط زياده عن اللزوم ونبقى مش حابين ان احنا ناكل القلقاس. فبنعمل ايه؟ بص يا استاذ فهم، بنجيب القلقاس نقول بسم الله، وناخد القلقاس كده، والقلقاس امي الله يمسيها بالخير ويديها الصحه دايما تقول لي ايه، القلقاس قبل ما الدنيا تمطر ما يتاكلش، اول ما الدنيا تمطر تقدري تاكلي القلقاس. فاحنا خلاص الحمد لله الدنيا مطرت عندنا وخلاص. يعني بس هي اول مطره دي دايما اهالينا ربنا يديهم الصحه يقولوا لك ايه، ده معناه ان القلقاس استوى وتقدروا تاكلوه. المهم بنجيب القلقاس يا استاذ فهمي وما بنغسلوش، انت واخد بالك معايا عشان دي معلومه مهمه جدا. ايوه بيتمسح فقط لا غير، ما بيتغسلش. وبعدين ابتدي اخد منه المكعبات اللي انا عايزاها. انا بقشر كده اهو، وانا بقشر هيبتدي يطلع الميه اللي هي عباره عن نقط من الماده المخاطيه بتاعه القلقاس نفسه. ما اتضايقش بقى انا ليه؟ لان زي ما قلت لكم لو انا الماده دي مش موجوده خالص في القلقاس، يعني لو انا غسلته مثلا بميه سخنه وشلتها خالص، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيبقى بطاطس مش هيبقى قلقاس، وانا مش عايزه كده، لازم تكون موجوده شويه. طيب هنعمل ايه يا استاذ فهمي؟ لا مش هيبقى غامق. بص بقى هناخد ده الاول كده نرميه، مش محتاجين احنا القشره، وناخد القلقاس ده نقوم مقطعينه مكعبات اهو. والقلقاس ما بيتغسلش، هقول تاني القلقاس ما بيتغسلش اهو. بعد ما اقطعه كده يا فهمي، واحده واحده كده اهو وبالراحه، لان القلقاس من النوع اللي بيزفلط، فعشان محدش يتعور بالذات من البنات الجداد اللي احنا اصلا بنخاطبهم اهو. اخده كده بحذر، شفت؟ بقى يا عم الشتا جه. سيبك انت بقى اهو، ادي يا جماعه القلقاس. بعد كده بنعمل ايه يا فهمي؟ بنجيب فوطه مطبخ او مناديل مطبخ، ونقوم واخدين القلقاس ده من فوق ومن تحت على الفوط دي او المناديل. ليه؟ عشان ننشفه من المادة المخاطية الزيادة اللي احنا مش محتاجينها. تمام؟ مناديل. خلينا نعمل الخطوات كلها سوا. بجيب القلقاسة مش بغسلها، بقشرها، بمسحها بمنديل المطبخ، وبعدين بجيب منديل المطبخ واقوم حطاه عليها واسيبه نص ساعة لحد ما تشرب كل المادة المخاطية اللي طلعت بره القلقاسة بعد ما اتقشرت واتقطعت. بشيل بعد كده القلقاس، فين الشوربة بتاعتي يا حبايبي؟ أشيل من عليه المنديل. تمام؟ موافقين؟ أوكي. وبعدين أقوم واخدة مية سخنة بتغلي، هحط فيها فلفل حصى، لورا. ايوه اتفضل، ده اعتبر ان دي المقادير. حبهان، بس انت انا عايزه الشوربه. مستكه، بصلايه، مقادير معاكو على الشاشه، كرفس وكرات وجزر، زعتر فريش، وانزل معاهم اللحمه، بيبقى حلو قوي كمان مع اللحمه الضاني. بسنت، بس قولي لهم يجيبوا لي الشوربه. شكرا.
طيب يبقى يا استاذ فهمي عملنا ايه بالراحه كده؟ اول حاجه ما غسلناش القلقاس وخدناه قشرناه ومسحناه بعد ما قشرناه، وبعدين قطعناه وسبناه على فوط المطبخ لمده ساعتين، وبعدين جبنا الميه السخنه حطينا فيها كل المقادير بتاعه السلق ومعاهم اللحمه، وبعد كده هقوم واخده، شوفوا هقوم واخده هنا الشوربه بتاعه اللحمه، بسم الله شوربه اللحمه اصفيها، بسم الله واقوم منزله فيها القلقاس. طيب قبل ما انزل القلقاس بقى لازم اعمل تركه مهمه جدا، ليمون، ليمون، عصير ليمون عشان التمغيطه بتاعت القلقاس ما تبقاش بزياده قوي، يعني تبقى موجوده بس ما تبقاش بزياده قوي، زي بالظبط ما بنعمل في الايه في الباميه اهو. وانزل القلقاس واسيبه يتسلق، بعد ما يتسلق يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما يتسلق هنعمل ايه؟ هنقوم واخدين الشوربه مع اللحمه اللي اتسلقت مع القلقاس اللي اتسلق ونحطهم على النار غلوتين سوا. في الوقت ده هنكون بنعمل ايه؟ هنكون بنعمل الايه؟ برافو والله وتمرت فيكو التربيه، السلق، برافو. هاخد هنا السلق اللي مش واخد حقه خالص 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 الحقيقه، السلق ده من الحاجات المهمه جدا، طعمها رائع، لونها رائع، وفايدتها رائعه. هناخد السلق يا جماعه ونقوم فرمينه مش ناعم قوي، وهنحط معاه كزبره خضراء وتوم صحيح مع سمنه بلدي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السمنه البلدي، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الكزبره الخضراء مع التوم الصحيح، وادي السلق، رشة ملح ورشة فلفل. طيب نيجي هنا بقى للمرحلة المهمة، القلقاس بعد ما سلقناه قبل ما ننزله مع الشوربة واللحمة هنا ممكن نكيسه ونشيله في الفريزر، السلق ممكن نشيله معمول هو والثوم ومضروبين ويتشالوا برضو في الفريزر، تمام؟ طيب في ناس تحب السلق غامق قوي، لا هجيبها انا الا الثوم، اوعى، لا معلش، الله شوف هجيبها تاني برضو بس في الفاصل، استنى قبل ما نطلع فاصل اقول لك معلومه مهمه، السلق هو اللي هيتحكم في لون القلقاس، الله على الريحه، كل ما غمقه كل ما القلقاس يطلع لونه غامق والعكس صحيح. تعالوا بقى نطلع فاصل اجيب التوميه اللي هربت دي ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل، تيجي يا فهمي نراجع احنا عملنا ايه؟ واحده واحده كده عشان مش عايزه الناس تتوه مني. انا جبت القلقاس وما غسلتوش، نشفته وقطعته مكعبات، قبل ما اقطعه مكعبات مسحت الاول القلقاسيه عشان لو في اي طينه او اي رمله او اي حاجه، بعدين قطعتها مكعبات حطيت من تحت ورق مناديل ومن فوق ورق مناديل وسبتهم ساعتين، بعدين رشيت عليه رشه ليمون، نزلته وسلقته نص سلقه في الشوربه بتاعه اللحمه، طلعته صفيته وشلته في الفريزر او رفعته على النار مع شوربه ولحمه هنا هم على النار،
جيت هنا، ايوه بالظبط كده، جيت هنا حطيت سمنه بلدي، حطيت ثوم زي ما انتم شايفين كده، ملح، سلق، كزبره خضراء. شايف النتيجه بقت عامله ازاي؟ هي دي النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها. كل ما هغمق السلق ده كل ما القلقاس هيطلع غامق. هجيب الكبه، وطبعا مقادير سلق اللحمه نزلت لكم على الشاشه، واللي سلقنا فيها اللحمه وصفيناها عشان يبقى عندنا لحمه وشوربه حلوين جدا، ولو ولو اللحمه ضاني يبقى احلى واحلى. هاخد السلق ده واضربه في الكبه، بعد ضرب السلق في الكبه ممكن اني اخزنه مضروب في الفريزر مع القلقاس المسلوق، او اكمل زي ما انا هكمل دلوقتي. يبقى احنا كده عملنا طريقه تخزين القلقاس، طريقه تخزين السلق، وطريقه عمل القلقاس بالسلق بعد التخزين اهو، عشان برضو الناس تبقى معاها المراحل كلها. اخد بقى الكلام ده كله وانزل بيه هنا، والريحه مهما اقول حلوه قد ايه مش هتصدقوا. اهو انزل السلق هنا مع الثوم والكزبره والملح، الله الله الله، على اللحمه اللي مسلوقه والقلقاس المسلوقين. يبقى كده خزننا القلقاس، خزننا السلق، وعملناهم كمان. بص يا فهمي، مفيش تمغيطه خالص اهو، عشان الناس اللي بتخاف من التمغيط بتاع القلقاس، مفيش اي تمغيطه. شايف؟ شايف؟ اهو، عشان الناس ما تخافش ولا تقلق. خلصنا القلقاس خالص، نرفعه من على النار ونروح للوصفة اللي بعدها اللي هي السبانخ. السبانخ هناخد منها برضو حاجتين، التخزين والعمايل. عشان أعمل السبانخ أخزنها محتاجة سبانخ أهو، محتاجة سبانخ، ومحتاجة كزبرة خضراء، محتاجة ثوم مفروم، ومحتاجة زيت. دول للتخزين. بعد كده باقي المقادير عشان نعمل السبانخ نفسها. كويس؟ كويس. تعالوا الأول نشتغل على تخزين السبانخ. هنعمل إيه؟ هاخد سكينة، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد سكينة، هاخد زيت على الووك هنا اهو، زيت زيتون، سمنة، زبدة، هنا براحتكم. وهنزل فيه جبنا السبانخ، غسلناها، نشفناها، وشلنا العرق اللي هو الطويل منها، خلينا بس العرق اللي مع الورق، وانا ما بحبش اصغرها قوي، لكن طبعا الفرم حسب ذوقه. تمام؟ فبقى عندي سبانخ مفرومه مغسوله ومتشال منها العرق ومفرومه. انزلها على الزيت هنا، وانزل معاها الثوم المفروم والكزبره الخضراء، واشوحهم. بعد ما يبردوا اشيلهم في الفريزر واطلعهم استخدمهم في اي طبخه سبانخ. يبقى احنا كده خزننا السبانخ. طيب خزنتها وعايزه اطبخها بقى اعمل ايه؟ اقول لكم. انتوا نزلتوا المقادير يا فهمي صح؟ من زمان. ماشي. عشان نخزن بقى السبانخ عملناها كده بالايه؟ رشه ملح كمان عشان ما نبقاش نسينا حاجه. رشه ملح، ثوم، كزبره، زيت زيتون، وسبانخ. كده احنا خزنناها خلاص بعد ما شلنا منها العرق بتاعها او العنقود بتاعها اهو. طب بعد ما خزنتها يا اميره عايزه اطبخها، اقول لك تطبخيها ازاي. اهو ادي السبانخ، طيب نطبخها ازاي بقى؟ شوف بقى يا استاذ فهمي هنطبخها ازاي. هنقلب السبانخ دي الاول كده تقليبه، وطبعا هتنقص في الحجم، وهنسيبها تبرد ونشيلها في
اكياس في الفريزر، الكيس على قد الايه الاكله. طيب تعالوا نطبخها بقى. هنحط في الحله هنا سمنه بلدي معاها بصل مفروم ناعم، ملح، فلفل اسود، نشوحهم شويه، لما البصل يطرى ننزل صلصه الطماطم، رشه السكر، عصير الطماطم. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا التخديعه بتاعه السبانخ. طب اميره ممكن اشيل التخديعه دي معموله؟ اه طبعا ممكن. استخدمها بس مع السبانخ؟ لا، مع اي خضار نشيل التخديعه دي ونعملها مع اي خضار. في ناس بتحب تعمل للسبانخ طشه. بتتعمل ازاي بقى الطشه؟ سمنه بلدي، ثوم مفروم، برافو، ملح، كزبره ناشفه، كزبره خضراء، وابقى كده عملت طشه السبانخ. يبقى عشان نخزن السبانخ بنديها سوتيه على النار مقطعينها متوسط مع زيت، ملح، ثوم مفروم، كزبره خضراء. عشان اعمل لها التخديعه بتاعتها حطيت سمنه بلدي، بصل مفروم، ملح وفلفل، عصير طماطم، صلصه، سكر، وادي السبانخ. عشان نعمل الطشه بتاعه السبانخ حطينا سمنه بلدي، ثوم مفروم، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، سمنه بلدي وثوم مفروم وملح، كزبره خضراء وكزبره ناشفه، وادي الطشه بتاعه السبانخ. يبقى خزننا السبانخ. لا الشهقه دي مع الملوخيه. هو احنا هذا ما وجدنا عليه ابائنا، هو كده، هو الشهقه مع الملوخيه. هتعترض بقى؟ خزننا السبانخ وخزننا التخديعه بتاعتها وطلعناها وطبخناها وعملنا لها الطشه. نعم حاضر. وعملنا ايه كمان يا استاذ فهمي؟ خزننا القلقاس مع السلق بتاعه وطلعناه وطبخناه. ايه رايك نطلع فاصل؟ ايه رايك؟ هغرف السبانخ وهغرف القلقاس عشان هنرجع نخزن القرنبيط ونعمله مع بعض. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا القلقاس وشلناه التقلية وبعدين طبخناه لما طلعناه من الفريزر. شلنا كمان السبانخ مع التخديعة بتاعتها وعملناها لما طلعناها من الفريزر. تعالوا بقى نخزن القرنبيط ونعمله برضو لما نطلعه من الفريزر. عشان نعمل القرنبيط محتاجين قرنبيط متقطع زهرات الحجم اللي انتوا عايزينه، ويفضل ما تكونش صغيرة قوي. معاه كمون حب، ملح، ورغيف فينو. الكمون محطوط عشان النفخه بتاعت البطن، والرغيف الفينو محطوط علشان الريحه بتاعه سلق القرنبيط. وهنا في ميه بتغلي على النار، هنعمل ايه؟ هاخد الرغيف في الميه اللي بتغلي معاها ملح ومعاها كمون حب، وهنزل فيهم القرنبيط اللي هنسلقه. يبقى احنا كده بنعمل ايه يا استاذ فهمي؟ بنسلق القرنبيط
بعد ما يتشال ويتصفى يتحط في اكياس بعد ما يبرد تماما ويتشال في الفريزر، يبقى احنا خزننا القرنبيط. طيب خزناه وطلعناه وعايزين نعمله مقلي، هنعمل ايه؟ هنجيب بولة نحط فيها كزبرة ناشفة، كمون، ملح. ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا، فلفل اسود، كزبرة ركزوا معايا ما تعصبونيش. فلفل اسود، كزبرة خضراء. لا مفيش ولا ريحة هنا عشان تبقى فاهم، والله ولا في ريحة، والله ما في ريحة خالص. لا في هنا، انت مش مركز، انت مش مركز، في هنا كمون وفي رغيف عيش فينو على الوش، دول مش عاملين ريحة خالص. انا واقفة قدامه اهو بجد والله العظيم مفيش ريحة فعلا، مش بهزر، مفيش ريحة، مفيش خالص ريحة، صح؟ والله ما في. ايوه امال احنا جايين نهزر؟ او انا يعني جايه مثلا، انا يعني انت شايفني مثلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ركز معايا يا ابني، ركز معايا، هنا كزبره ناشفه، كزبره خضراء، كمون، دي كزبره ناشفه، لا ده طعم وده طعم تاني خالص، طعمهم مختلف مش زي بعض. كزبره ناشفه، كزبره خضراء، كمون، ملح، فلفل، بيض. لازم البس الجلافز قبل البيض طبعا، انتوا عارفين المعلومه دي، ما بقدرش اتعامل معاه كده عادي، عندي مشاكل نفسيه مش بقدر، حاولت كتير اتعالج بس ما عرفتش. دقيق، لبن او ميه، يعني مش لازم لبن، ممكن عادي ميه. احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل النقيطة بتاعت القرنبيط او العجينة بتاعت القرنبيط. نبتدي بقى ننزل المية او اللبن براحتكم. اهالينا كانوا بيعملوه بالمية مش باللبن، بس انا بحب استخدم لبن علشان ادخل فايدة للولاد. قال يعني ايه؟ بنحاول نخدعهم. لا ما ينفعش زبادي، يا مية يا لبن، الزبادي لا صعب. طيب استاذ فهمي، عايزين عجينه تقيله شويه عشان عايزاها تمسك مع القرنبيط، واخد بالك معايا؟ مهم قوي الكلام ده. ارجع بقى الزيت على النار عشان كان سخن قوي فشلناه، واجي هنا اشيل القرنبيط احطه فيه النقيطه بتاعته. يلا طبعا انتوا هتكونوا تستخدموه مش سخن قوي كده يعني، احنا بس الوقت طبعا بيحكمنا كالعادة. اخد القرنبيط من النقيطة على الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت متوسط الحرارة. انت معايا يا بسنت حبيبتي؟ بسنت معايا في هذه الخطوات؟ اه معلش لازم اطمن عليها، مش المعدة بتاعتي. يا بسنت انت كويسة؟ تتنفسين؟ انتي تتنفسين يا بسنت؟ مش سامعاها، مش سامعاها يا فهمي. لا اذا كان كده ماشي. وادي يا جماعه القرنبيط المقلي بالنقيطه المصري او بالعجينه، بس احنا بنسميه في في في, في مصر النقيطه. ايه 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 بجد والله، ان ما حد عبرني. خلصت الحلقة ولا حد جه ولا صورني ولا قالوا لي ازيك عاملة ايه سلامات، معاملة صعبة. بس انا هطلع فاصل دلوقتي، هرب هرب، ها هطلع فاصل اجيبه دلوقتي حالا. فاكر ان انا يعني هفضل؟ لا ما انا طالعة فاصل. يا عيني على الجمال، وادي يا سيدي القرنبيط، ولا يهمكم، أكلات مصرية صميمة لطيفة جدا، مغذية سهلة، تتخزن بمنتهى السهولة، وكمان يطلع منها وصفات لطيفة جدا ومش مكلفة قوي الحقيقة.
اكيد اكيد اللي حابب انه يضيف لل السبانخ شويه لحمه مسلوقه اكيد ينفع. ايه يا استاذ فهمي، نطلع فاصل لحد ما القرنبيط ده، ايه رايك؟ يلا هنطلع فاصل لحد ما القرنبيط يستوي وانضف المكان عندي ونرجع، استنونا. استاذ فهمي، شمين اي ريحه قرنبيط في المكان ولا نقطه؟ ايه انت مش هتاكل انت بالذات انت، لا هو اللي جوه ده مفيش ولا ريحه. ليه؟ حطينا رغيف الفينو وحطينا الكمون، ده تعملوه بقى مع القرنبيط وتعملوه مع الكرنب وتعملوه مع اي حاجه بتطلع الريحه دي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب خزننا القرنبيط وعملناه، خزننا القلقاس بالسلق وعملناه، خزننا السبانخ بالتخديعه بتاعتها وعملناها وقدمنا معاهم شويه رز بالشعريه. دي كانت وصفاتنا وافكارنا للنهارده، يوم السبت، يوم تحضيرات الاسبوع، تحضيرات الشهر، اليوم اللي بنجهز فيه حاجتنا، اللي بنخزن فيه حاجتنا. دي كانت افكارنا ووصفاتنا للنهارده، بتمنى انها تكون عجبتكم، واكيد بتمنى متابعتكم يوميا من 4 ل 5 على الهواء، والاعاده 10:30 بالليل. استنونا.